السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حياكم الله يا غاليين من كل مكان، حيا الله الإيساويون، حيا الله إخواننا المطاحنة. مثل ما نشوف بعد وصول أول معدات المشروع توسعة الطريق وتصلوح الطريق إلى جمعة بني إيساوي، يعني تم وقوف إلى ما يقارب يومين طبعا بسبب خلل، والحمد لله بعد إعادة التصليح بدأ العمل مباشرة. مثل ما نشوف بدأ العمل من تحت المدرسة الشهيد محمد الدرة، وتم توسعة الطريق من جانب بيت محمد راشد. مثل ما نشوف هذا العمل طبعا عاد اليوم، مثل ما نشوف إلى هناك تم التوسعة، وإن شاء الله بإذن الله مستقبل أجمل وعمل جاد وعلى قدم وساق، متحركون وإن شاء الله سنوافيكم بكل جديد مع كل تقدم للمعدات، ونتمنى منكم الدعم وعدم التخاذل في هذا المشروع، فيه مصلحة للجميع. شكرا لكم جميعا في كل مكان. الآن معنا أحد الإخوة وأحد المزارعين في جمعة بني إيساوي، يدعى الشريف. أخي الشريف، وش رأيك بهذا المشروع وقدوم المعدات إلى جمعة بني إيساوي؟ والله أنا أرى هذا مشروع ناجح، وهو للجميع، ليس لفرد أو فردين، ويمثل المجتمع كامل من جبل مطحان حتى توصل الخميس. وإن شاء الله بعد افتتاح الطريق هذه تجعل افتح أعمال كثيرة للشباب، بدل ما يقولوا عاطلين من المدن، ها؟ يا يتقون حول القرية يسبروا. والأراضي أنا متبرع بثنتين أراضي، أنا متبرع بثنتين أراضي، وذلك لكوني عمل حيوي في المنطقة، والذي يعترض يعتبر من أحد الجفناء ويقدم للعدالة فعلا.